طبعي احب الطبيعه اكثر، يعني ما احب التكنولوجيا وايد. لما اروح مثلا باماكن مزدحمه ولا اقول مجمع ما ارتاح، اتضايق. لكن لما اقعد مع الخيول، عندي الاغنام، عندي الوز، يعني احس براحه اكثر. هب. ثانيه لقب. السلام عليكم، أنا هدى القناعي من دولة الكويت. أنا مروضة لغة الجسد مع الخيل. تعلمت هذه التدريبات طبعاً من الخارج، وحاولت أجمع المعلومات من أكثر من مكان وجمعتهم، وآخر شيء مثل ما يقولون حطيت فيها لمستي الخاصة. بالنسبة حق لغة الجسد مع الخيل، أنا المرأة الوحيدة في الكويت، لكن برا أكيد موجودة من زمان التدريبات هذه. بروح منك، يلا هب 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 منك. الخيل أضاف لي اللي هو أنا صراحة عصبية وايد وما عندي الصبر، مثل ما أنت شفت مساعة أنا شوية أبي كل شيء بسرعة، فهو عطاني علمني أنا لازم غصبا علي أصبر عشان أحصل على نتيجة. يعني يعطيك علاج نفسي، يعطي يبثلك السعادة، تتعامل وياه تحس إن في بينك وبينه تواصل روحي، غير عن مثلاً اللي يستخدمون خلينا نقول شو يسمونها بلاي ستيشن، الأدوات التكنولوجية. زين أوكي أنا ألعب، زين شنو في المقابل؟ في رد علي لا ما في؟ فالحيوانات أفضل من الأشياء. تمام. طبعاً كل حركة يسويها الحصان لازم كافئة. قبل ما أكافئة بالأكل، أكافئة بي إن أنا أريحة من الشغل، بس الحين بما أنه هو فهم السالفة أكافئة بالأكل. أنا اختصاصي هو تصليح مشاكل الخيل، يعني أي حصان عنده مشكلة سابقة أنا أصلحها، أشيل عنه هذا العقدة وأرجعه إلى الوضع الطبيعي. أيوة هذا السؤال اللي ينطرح كل مرة، يقولوا لي ليش ما عندك سايس؟ طبعاً السايس قوانين اللي حطوها هي قوانين بشرية، يعني ليش ما تغيرونها لصالح الغير؟ يعني أنا أحتاج كامرأة عندي توجه، عندي بزنس، مو بس أحتاج إلى السائق. هما كلها حاطين في بالهم إن المرأة تبي سايق يوديها السوق والأمور العادية اليومية هذه، زي أنا عندي اسطبل فأحتاج إلى سايس مو سائق، فإلزامي إن يقولون تحت اسم رجل، أنا ما يصير على اسمي، فأنا عندي علامة استفهام ليش؟ يعني ليش ما يصير على اسمي؟ أقعد؟ قعد تحت تحت تحت. طبعا يقولوا لي ليش تستخدمين العصا؟ لان هي تعتبر مثل ايدي بس عن بعد. انا فقدت فرسه عندي، وفعلا يعني للحين اتذكرها احس انه في حزن، انه كيف فقدتك وقضيت وياك يمكن من متى 2010 ل 2019، يعني مو شويه. ايش يقولون حماسي في التدريب شوي قل بسببها، يعني إن شاء الله أرد حماسي مرة ثانية. هذه أسلوب الركوب بالحبل على الرقبة، نقدر إن نوجه الخيل بالحبل، هذا يمين هذا يسار. الأسعار بالخيل مختلفة، يعني العربي نقول فحل، هذا ستوب على حسب الموسم، ما أدري شنو علاقة الموسم بالخيول، فيقول لك صيفاً تنزل الأسعار، شتاءً ترتفع الأسعار. فأنا عندي أقيم خيولي لو ببيعها على الخبرة اللي داخلها، مو عشان صيف وشتاء. يعني أوكي افترض إنه صار صيف وأنا معلمة هذا الحصان مواد كثيرة، ينزل ويرقص ويعطيك كل شيء، أبيعه رخيص عشان صيف ما له علاقة، فهذه أنا ما أعترف فيها. أوكي ففي من 500 دينار، في من 200، في من 4000، في من 9، في من 10، في من 11000، على حسب إذا طالبة من برا يوصلونه، غير الشحن غير الأمور هذه، فالتكلفة مختلفة. الربح إذا بفتح مدرسة، درجات التمرين في الكورس هي 3 درجات، الخفيف، الوسط، الأعلى، الأخيرة تكون فيها ضربة. أنت مساعة تسألني تقول تطقون خيل، فإيه نطق الخيل إذا هو إذا الخيل كان شرس دش منطقتي، أو إذا كان تعلم المادة وقاعد يتعمد إن أنا ما أفهم، فأضربه بس مو الضربة اللي هي المؤلمة اللي هي تعور، لا بس إن انتبه
يعني ارجع معي على الـ على الـ الخط. فهذه يسمونها المشية الأسبانية. يلا لقب هب، ثانية لقب هب، لقب هب، لقب هب. في البداية استخدمت عصا، بعدين ما احتاج العصا، هي مستمرة. طبعا بدايتي في حب الخيل اكيد لازم في مصدر اقتدي فيه، وهي والدتي، هي اللي حببتني في موضوع الخيل، عرفتني عليه. دائما كل ما صار ايام العيد، قبل تذكر دوار الجوازات، فكنا نركب هناك الخيول. لاحقا عرفت مدرسه الكي ار سي في الفنطاس، وبديت وياهم مشواري في القفز، وتطورت لاحقا ان صرت انا اركب بروحي، وفتحت لي مكاني على اساس ان ابي اقضي وقت اكثر مع الخيل. يعني داخل المدارس محدود وقتك. دائما نستخدم اللي هي الاشاره بالاول، استمع لها. اول ما يستمع الحصان لاي اشاره، انا انزل كل الاوامر وامشي طبيعي وياه. يعني افضل ان الانسان اللي يشتغل في شغله يشتغلها وهو يحبها، مستانس منها، مو اجبار عليه، مو غصب. انا مستمتعه. Good.